هلا بقولوا مالها الدكتورة. محمد كمان مش عم بيساعدني، ما عم بزبط منها معه ولا معي. محمد بنجان هلا، يلا بدنا نطلع القصة يا زلمة، بدنا نحكي. يا رب. adding connecting. يلا ضابط، ما تخلوا، خليكي معنا كل حدا اسمعوا القصة هاي. مو ظابط، انا مو شايف صورتك، مو شايفة صورتك. طب قبل شوي كنت شايفتك يا زلمة، شو عملت؟ ضابط، مو شايفة ضابط، المشاهدين، انتوا شايفين صورتنا؟ شايفين صورة مين؟ بالله عليكم. ايه؟ طب انا قبل شوي شايفتك كنت، ولا لعبت بالاعدادات ولا اشي؟ ولا انا ما لعبت في الاعدادات، بس ما بعرف مش من عندي، يعني اشتريت من تليفون ثاني وظابط عندي. ما بيزبط. طب كيف انا مو شايفه صورتك؟ طب المشاهدين شايفين صوره مين؟ يا الله، مين؟ في واحد شايفه؟ كيف شايفينه؟ انت عم بقولوا انت بس خلينا مو على الصوت. شايفتك، مشان الله من عندك بدي اشوفك. ما بعرفك انا على فكره، يعني بقول محمد وابني ما بعرفه. بعدين انا شفت قبل شوي هيك طلعت لي شوي ورحت، صح؟ وحتى شفتك غير الصورة، صغير حبيبي صغير هيك نعوم، بدي اعبر راحت الصورة. وين؟ لا تقول لي بنجان. الله يا ربي على هالقصة، ايش هالقصة؟ يلا عشان تتعلمي يا راما، حياتك ما تطلعي هيك الا تكوني محضرة عرفانة. معك ناس بروفيشنال. ويارا تركتني وتركت التليفون، ايش اسوي؟ يارا اذا سامعتيني سامعة امك، تعي انقذيني شوي. هم خلق البيت مو طايقيني، نفسهم طلعوني برا البيت على اللي بعمله انا بالسوشيال ميديا. انتوا مش عارفين شو اعمل انا هلا. تفضل محمد اطلب مره ثانيه. المهم اسمع، اذا ما راح تطلب تطلع معي هون على التليفون، هون على التليفون لحظه، على التليفون على التليفون بطلعك خلص. شو رايك؟ افتح لي اي برنامج يا زلمه، افتح لي اي برنامج اشوفك. هي اتصل. الو. الو الو، انت حتى ناسيني متصل هيك بالغلط يعني. الو محمد، محمد الو. هلا حبيبي، مش انت محمد؟ التخمت انا. طيب قلت يلا اطلع معي. كيف صورتك مبينه ظابطه؟ ليش انا عندي مش ظابطه؟ ايش قصدك؟ يعني تليفوني فيه اشي؟ واحد الله يا زلمه، استني اشوف حدا يطلع معي. لمين؟ كيف على الانستغرام واللي بيستنوني هون؟ كيف يعني؟ اقول لهم كلهم انتقلوا على الانستغرام؟ مش ما هو. تعالي نجرب اخر مره، اخر مره، اخر مره. قول يا رب، قول يا رب. يلا عنيتنا اخر مره، يلا اخر مره. اضحكوا، عم بيضحكوا، مش اعمل. يلا استنى، قول يا رب. حلواني العب بالمي العكره، كل شوي بعت لي هذا وقول لي خديني. ايش في؟ استنى شوي، خلينا ندخل محمد. استنى يا بيي منكم، وينه؟ تفضلوا. مش هلا كان ظابط؟ تليفونك قديم ولا جديد؟ لسه شريحتي ما نقلته على الجديد. لا تضحكوا علي، قال القديم بحن له. قالت لي امي استني لينزل بعد الجديد، جديد تبقي تحطي الجديد عشان يصير قديم. والله صارت تتخوت علي. فشو اعمل انا؟ وين راح الولد؟ راح برعاية محمد. اطلع خلص، شو نعملكم؟ محمد مشروع اعلامي بالمستقبل، خلص عمره ما حينساها هاي القصه، خليها تكون معلقة. يلا يا محمد أشوف شو بده يصير، هو يا أنا يا أنت الليلة. خلص يعني بدي أعرف أنا. حلواني وحد الله، كل شوي بيطلع لي بيقول لي خديني، وحب بيبعت لي ريكوست. صفي النية، خلي أخوك يطلع. شكرا لكم، استنوا اسمعوا قصة محمد. يا رب حنجان أنا، يا رب تركتني والكل، فيش عندي حدا جنبي، كله ميح والله. لا حتى مش منيح، ما بدهم يساعدوني اصلا، والكم مكتئبين مني هم. البيت لحظه، استغفر الله. وين راح اياد؟ كيفك اياد الشيخ؟ وليد زريقات كيفك؟ اسيل، اف 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 اف، هاي كل الناس الطيبه هون، كل الحبايب هون مجتمعين. خلص يا محمد، بحط الله تطلع لي على اي برنامج بحطك هيك.
والله غير قصتك الليلة بدي احكيها على الفيسبوك. اولادي عم بيقولوا لي روح على الانستغرام. عيب ماما، ما بصير. في معانا شعب هون، في معانا شعب كتير كبير، يجب ان نحترم كل برنامج. ما بصير اذا احنا بالانستغرام باي، رايحين على الانستغرام ما بزبط. حبيباتي ما بتقبلوا، لو انا هيك بقول قولوا لي عيب ماما. طيب هات شوف محمد، في غنية يا محمد ويا محمد، والله تذكرتها على السيرة. مرت خلص، مرت خالي، مرت خالي، استنى انا مرت خالي حبيبي بتفهم، خليه يحكيها بدون صورة. ماشي، بس انا كنت بدي الصورة، بدي اشوفك، اشوفك ما بعرفك، بدي هيك اعيش معك القصة والله العظيم. ايش اقتراحك؟ ما شاء الله عليك، ما بصير. نروح على الانستغرام نسجله ونعمل بالانستغرام احنا، وبنسجله وبنجيب لكم اياه. ما بصير. اسمع، طب جرب هلا، الله يوفقك تجرب بالله عليك. طب يلا هي، لا لا جرب مرة ثانية، بس قول يا رب، قول يا رب، يلا خلصني، قول يا رب. عنيتنا الله يعطينا عنيتنا. تخيلوا قال ما تزبط، وقولوا شو كاين نيتك يا حبيبي، يا رب حسب النوايا. يلا حبيبي يلا، وينك؟ استغفر الله يا رب، جهنم محمد. يلا هيني، اسمع انت اللي هاد، يلا هلا اعمل ريكوست، هلا اعمل ريكوست لو سمح. لا حول الله، ما اجاني، ما اجاني. ارجع ابعت، ارجع ابعت، ارجع ابعت، معلش ارجع ابعت. هيو ها هيني، ها هيني انا. خلص انت لا تتوتر، مش انا معك، انا بس نطلع انسالي بتنسى كل شيء. لا تتوتر، المفروض انا اللي اتوتر، انا اللي، لا لا صعبة. لا لا لا، خلص اترك، ولا تقارش اشي، ولا تمسك اشي، ابعد ابعد، خلص ما لنا، ما لنا علاقة، ما لنا علاقة. معلق مو معلق، انا هلا معك. اول اشي انت لاحظت صوتي راح، لاحظت، بس قلت، بس قلت الله يعطينا على نيتنا، زبط. نيتنا صافي 100 100. انا هلا ما عم بتطلع على التعليقات نبلش كلهم انه عشان ولا على الناس، ما تطلع لا على التعليقات ولا على اشي. كون انت، استنى بس اعبر لك، استنى اعبر لك على مشاعري، ما بقدر، بموت بموت. تعال هيك شوي، ليش هيك رايح؟ اول شيء انا اول مرة اشوفك، صح؟ ولا لا وما تعرفت عليك الا من 10 ايام، ولا صح؟ هي العشرة ايام هي التغيير، هو بيعتمد على الشخص ما بيعتمد على شيء ثاني، طب محمد هلا رح صح؟ اترك المايك لإلك، بس تعال بالنص حبيبي، تعال بالنص، تعال بالنص الكاميرا. ليش رايح هيك راسك حبيبي؟ هيني تعال بالنص، ايوه ماما هي، خليك بالنص. مش انت بدك تكون مشروع اعلامي؟ عيني ماما إعلامي وثابت. زبط القعده، نفس عميق. انا بحبك قدام كل الناس، فخوره فيك كتير. طلعت صغير، اصغر اولادي، انت من اصغر اولادي والله. لا عندي اولاد اصغر كمان، بس يعني انت من اصغر، من اللي اصغرهم كمان. هلا بدنا نتعرف عليك والمايك معك، ولا تطلع على اي شيء. بدي محمد، ها؟ اوكي، ما يلا رح تمدح، ما نبلش. تجيب، ما تجيب عني، احكي عنك، احكي شو بتنصح الناس. اوكي يلا نبلش، استنى استنى استنى، يلا نبلش. أعرف عن حالي، اسمي محمد حسين من أيدون، عمري 18 سنة، يعني مخلص توجيهي جديد. خلال إنه ال 18 سنة، بعد ما كنت أحكي لكل شخص إيش آمالي، إيش أنا حاب أصير، ما كان في ولا أي كلمة إيجابية، ما كان في دعم، ما كان في أي شخص إنه كمل أو إنه استمر. بالشخص كان كل واحد إنه يقول مريت وين بهذا الباس؟ ضابط.
دكتورة صوتك راح، ما بيظهر عندي صوتك. مش اه عندك. عارفة، يمكن لأنه اليوم ضغط على الشبكة. خلينا نكمل. ما كان في لعبته إحباط، ما أنا كان مكمل، حدا أنا ما سمعت إشي. استنى يا زلمة، ما سمعت. عيد. عيد أكيد علق عندهم. هاي بقولوا لك أكيد. استنى استنى نشوف النت. استنى استنى، يعني بدي أعمل عملة ما إلها علاقة، بس خلص بدي أعمل لحظة. يلا يلا. يلا كان انه من زمان انه انا حاب اكون انه مشروع اعلامي، احب انه هاي الاشياء. ما كان في انه حدا مشجع على الفكره او انه يحكي انه كمل واستمر وابصر ايش. فانه الموهبه كلياتها راحت اندفنت بسبب انه كلام انه مش مناسب لانه لهذا الاشي. بدي الكل اللي معانا ارجعهم للمود. محمد وعي على كل إشي إحباط، لا تكمل، أنت مش ظابط، كلمات سلبية، عدم تشجيع، كمل محمد. فانه استمريت بهذا الموضوع انه خلاص انا راح افشل، اصلا توجيهي كله ما راح انجح فيه. وحتى انه بعد النتائج صرت احكي انه هاي كلامهم طلع صح، انه انا ما نجحت، انا ما صرت، انا ما اشي. واستمريت على هذا الاشي. فبعد بالصدفة عم بقلب على التيك توك، فانه حضرت اكثر من لايف لإلك، فشفت انه انت عم تحكي انه انت رح تعطي طاقة وايجابية وضحك وهيك اشي، فشفت ثقتك كم واصلة هي بحالك. فصرت احكي ليش ما انا اكون نفس الاشي، ليش ما يكون عندي ثقة بحالي نفس الاشي، انه انا اطلع واشوف، وليش ما يكون في عندي ثقة بحالي انا راح انجح وراح اكون بيوم من هالايام. فبعثت لك على الخاص انه لحتى انه اشوف انه ايش راح تحكي، ايش راح يكون الرد، انه عن جد انه انت مش بس قدام الناس وزي هيك. فبعثت لك انه بعد كم ساعة، يمكن قليلات، يمكن ساعة او ساعتين، رديتي علي. فقبل ما احكي لك اي شيء بتحكي لي، انت في عندك مقومات انه انت تكون كمذيع، كانه كتكون كإشي مثلا. فانه صرت احكي عن جد وزي هيك، فكرتك بتجامل، بس لما حكيت لك انه انا بالاصل انا هيك هدفي، انه هون هيك انه صرت افوت على المود اكثر. فانه بعد اكثر من مره حكينا فيها، صرت استعيد كل الثقه اللي كانت عندي، صرت استعيد كل النشاط، انه لا انا موهبتي رح تكون معاي. كل إشي رح يكون معي، إنه أنا ناجح ورح أكون ناجح، ومن هسا بعد حالي إنه أنا ناجح كثير، وما في أي إشي يحبطني. حتى لو بشوف أي كومنت سلبي، أي إشي بيحبط، أنا ما بلتفت له. بالعكس، لو كان كلمة واحدة من بين مليون كلمة سلبية، أنا بعتمد على هاي الكلمة وبخليها تكبر فيي. فاليوم إحنا عنا عنوان أثر الكلمة الطيبة، أو أثر الكلمة محمد، بشكل عام، إنه مداخلة بنصح أي حدا إذا مداخلة كان في عندك أي كلمة قبل ما تطلعها أنت من حالك، راعي الشخص اللي قدامك، راعي الشخص اللي راح يسمع هاي الكلمة. مداخلة صغيرة حبيبي. كلامك أكبر من تفضلي. عمرك، كلامك أكبر من عمرك، وإنا كثير فخورة فيك. احكي. وإنت أول مرة بتقولي بطلع هيك على السوشيال ميديا وبدي أحكي قدام الكل. بدي أحكي، أنت شو كيف تأثرت؟ قلت لي شفتني بتيك توك مع يارا، اكثر شيء كمان مو بس لما اتصل فيي او بدايه التاثر. قلت ليارا، يارا بتقول لك استني بدنا نرد، في ناس عم يغلطوا. قلت لها ما تطلعي، يغلطوا الله يسامحهم، ما بدنا نشوف ما تطلع على التعليقات السلبيه، بدنا نحكي اللي بدنا نحكي ونطلع، صح؟ قلت لي انا رحت بيني وبين نفسي وقلت، حتى استخدمت كلمه لذيذه بتدل على عمرك الطيوب والعفويه، قلت لي يا ربي انا قلت هاي المره هيك بتحكي، يعني كدكتوره وانها هي مره. فمعلش انا ما بدي اقول مره لكل النساء، احترم وانا ست مثلني مثلكم، عم بحكي العفويه اللي حكاها محمد بعمره. انه كيف هي ما اهتمت بالهاي، وانا كرجل لازم ليه عم بهتم بالكلام اللي بنحكى لي؟
ليه عم بهتم بالتدمير اللي بنحكى لي؟ لا انا جادة وانا بقدر اكمل. مش قلت لي نعم صحيح، حكيت لك انه انت عم بتشوفي كومنت سلبي بس انت ما عم تتجاهليه 100%. انا ليه حبيت اكد على هاي الشغلة؟ انه حابة هون احكي لكل الشباب والصبايا اللي بيتابعوني، لا تتأثروا بكل كلمة بتنحكى لكم، يمكن تيجي كلمة أقوى تغير مجرى حياتك. وجه نفسك وين صح، تعلم من كل موقف تمر فيه. زي محمد، رح أكمل مع محمد. يلا انه انا قررت انه خلاص كل كومنت سلبي الغي عليه احذفه، انه زي كاني ما سمعت اشي. اول ما بتلقاه طوالي بعمل له ديليت. يوم انه خلال 10 ايام، انه 10 ايام، انه صرت كل يوم بيوم واحكي طب يلا هيني عم بستعيد الطاقه، عم بستعيد النشاط، عم بستعيد انه الايجابيه، انا هياتني عم برجع لها. واليوم اليوم هو العاشر، فقلت اكمل على هذا الاشي. يوم على يوم انه صار كل اشي عندي 100%، بطلت اتاثر باي اشي سلبي. لو كان في عندي مليون كلمه واحده، يعني مليون كلمه سلبيه وبس كلمه ايجابيه واحده، انا بعتمد على هاي الكلمه وبخليها تكبر بجواتي. الكلمه الواحده بصير هي بس احكي اللي بتكبر كلمة، جواتي، لكن بصير الكلام احكي السلبي كلمة. كلياته زي كاني انا ما سمعته، بطنشه. انه صرت انه زي شغله تحدي وتقليد، انه شلون انت بتعملي انا بعمل. واصل انا صوتي عندك؟ واصل؟ واصل صوتي؟ بيوصل متأخر، هو بيوصل متأخر. بدي احكي كلمة مش من تقليل من الشأن، بالعكس، عشان افرجيهم انت لوين كنت واصل. ايش حكيت لي اياه؟ قلت لي اول شيء لو تعرفوا انا كيف اكتشفته. بيبعت لي دكتوره دكتوره ردي علي ضروري، غير بيبعت لي فويس ميل على وين؟ انستغرام صح. بدي اقول لك انت شو غيرتي فيه. بدي اقول لك انا بدي احكي عن حالي، انا في مثلي كثير كثير في ناس هيك. انا بدي اقول لكم القصه هو شو سوت فيه قوه تاثير الكلمه. بقول لي انا كنت وصلت انه انا ما إلي رغبه في الحياه صح. قلت لي انا ما إلي رغبه، انا انسان ما حدا داعمني، ما حدا بيطلع فيه، انا مش كثير راضي عن حالي. ناس تحكي اشياء اكثر من خلف الكواليس، اللي ما خلف الكواليس لإلنا. فانا يا جماعه طار عقلي لما اسمع حدا انه تاثر من كلمه. وقد ايه في شباب لسه حطلع لكم قصص بتجنن، شو صار كيف الانقلاب اللي صار معهم. فخلي الكلمة الطالعة خليها منيحة، بتاخدوا عليها خير، كوني ايجابي. كمل محمد. انه خلال فتره انه خلاص بطل فيه، صرت دغري امسك السوشيال ميديا انه خلاص انا بدي اطلع واكتب عن حالي، انه انا خلاص انا هون مشروع اعلامي راح اصيره وراح اكون موجود وراح اكون قد التحدي اللي انا انوجدت فيه. وبالفعل انا بحكيها من هسه، انا قد التحدي وراح اكمل ان شاء الله هذا المشوار. لسببين بصراحة، اللي هو لحتى أثبت لحالي إنه أنا هيني إنسان ناجح، أنا هيني موجود. والهدف الثاني لحتى أثبت كل شخص إنه راهن على فشلي إنه أنا هيني هون، إنه هاي كلامك طلع غلط. طب احكي لك اشي قدام الكل، مع احترامي للكل، بدي اتجرد انه كاني انا وياك لحالنا. شفت ماما قد ايه انت شخصيتك قويه وقاعد تحكي قدام الكل اول مره تطلع؟ شايف الطريقه اللي عم تحكي فيها؟ فلا تبعت لي عشان بتقولي انت اكيد بتحكي عني هيك ولا بتجامليني. اقسم بالله قدام الكل ما بتتخيلوا. شفتوا الفيديوهات اذا حدا بيتابع الستوري عندي اللي يضل يضحكي وياخذ اشياء من البث المباشر؟ يا جماعه بياخذ تقطيعات من البث المباشر وبركب اغاني ايجابيه وبيعطيني اياهم. قد ايه انت موهوب. كلامك امبارح بالليل بيقنعني، الله يخليك بدي اطلع واحكي وهيك. قلت له والله بخليك بس ما تجيب كثير سيرتي، كان هو بده يحكي غير هيك، بده يحكي شغلات كثير. قلت له لا حبيبي انا مو هاممني، انا بصراحه بحكي، انا هاممني شو بتعطي للناس الاخرين. وبرافو عليك استمر هيك، احنا بهمنا شو الناس التانيين شو بده يتعلموا، ما بهمنا مين فلان وعلان، لا ما بهمني. بس في اشي بيني وبينه يا جماعه، خلال 10 ايام
مستحيل تتخيلوا الحب الصادق اللي بيننا، مستحيل تتخيلوا لدرجة من كتر ما بحبني. معلش ماما بدي أحكي كلمة، على كتر حبك الحلو لا تفكر هذا تقليل، قسما بالله طاير عقلي وأثرت فيا. أقول لك لما شو قلت لي، قلت لي دكتورة بدي أسألك، أنت غير أولادك الحقيقيين، مشان الله بس انتبهوا على الكلام، غير أولادك الحقيقيين مين أكثر أولاد بتحبيهم كمان؟ طلعت هيك يعني هو بتبسج، أنا أول مرة أشوفه، أنا ما صار لي 10 أيام بعرفه، يعني هو بيتوقع إنه أنا كمان لازم يكون نايم من اللي بحبهم كثير، وهو فعلا قسما بالله من اللي بحبهم كثير. بس طب كيف إذا أنا أقول له هيك دغري خلال 10 أيام، يعني هيك بصير مو صادقة؟ قمت قلت له محمد، هاي الكلمة أثرت فيي، أنت علمتني، علمتني شو يعني الحب الحقيقي أكثر، شو يعني الحب الحقيقي إنه مش بعدد الأيام، إنه بالموقف. الحب الحقيقي مش إني أحكي حكي، إنه قد إيه أنا أثرت فيك. في واحد اسمه ناجح العبادي قال اعملي له بلوك، بعتوا لي اولادي فوق، خليه ماما خليه يحكي زي ما بده، هي صفحه خاصه، ناسي هو هون احنا مش بتيك توك، ناسي انه هون بيروح جرائم الكترونيه، ناسي انه احنا في الاردن عندنا جرائم الكترونيه غير شكل. بعدين هو بهين حاله، سامحه الله انا مسامحته، يحكي شو ما بده. حبيباتي اولادي ولعوا، عم يجوني بباقي الاشياء. خلينا نكمل، كمل يا محمد كمل عشان تشوف. هيو بيجيني طص وعادي على صفحتي الخاصة يا زلمة وعادي، وانا كمان عادي، انا ما بيهمني هاي الاشياء، بالعكس بكمل حياتي عامل له طبيعي. بلوك حسان في لحظة، اولادي عصبوا، ما بقدر انا هيك على اولادي. ايش في ماما؟ اولادي بيبعتوا لي اعملي له بلوك دكتور، اعملي له بلوك. ليه ايش في؟ كتير غلط يا جماعة، بس جاوبوني، اللي اسمه ناجح عبادي كتير عم بيغلط يعني يا حبيبي. ما اسمعوا، ليش نهتم لغيرنا احنا؟ ليه نهتم لغيرنا؟ بدنا نغير كل العالم هيك كل واحد نعمل بلوك، ما بنغير الناس يا حبيبي يا حسن، قسما بالله انه إيه عندك بالدنيا. بس انا عم ببعتي فوق ابن جن، بدي احكي لك، خلي الناس، خلي الناس، احنا ما بنصلح كل العالم، واذا احنا ما بدأنا بنفسنا نكون متسامحين ونغض نظر على هاي الأشياء، كيف بدنا نصلح؟ خلص خلوه. كمل حبيبي محمد كمل، وانت اختم يا ماما، يلا اختم كمل واحكي اللي بدك اياه، واعطي نصيحة لكل الشباب اللي من جيلك. واحكي احكي، انا كثير فخورة فيك، بحبك كثير. وانا يوم نصيحتي لأي شاب أو صبية، سواء كانوا بقول له، خصوصا اللي أعمارهم مثلا من 15 ل 18، هاي المنطقة يعني مثل تصنيف توجيهي، مرحلة التوجيه قبول محدد الجامعة، خلي ميولك هو اللي يحكم. لا تخلي ثقتك بحالك تنهز، لا تخلي حدا يسيطر على أفكارك إنه أنت ما راح تبدع فيه، أنت ما راح تكون فيه. بالعكس، أنت إذا بتفوت إشي عندك ميول فيه، عندك أنت بتحب هذا التخصص، راح تبدع فيه 1000000%. ما راح تبدع فيه مرة بس، يعني راح تبدع فيه وتكون شخص ناجح فيه. لكن إذا بتفوت إشي بس عشان وظيفة أو عشان رغبة حدا قريب منك، فأنت ما راح تبدع فيه ولا راح تلاقي حب التخصص بدك تفوته. خلي ميولك كل اللي يحكم، خلي موهبتك. على فكرة لحظة محمد، على فكرة هو ما وصح حكي، في حدا كاتب عن مين؟ قصدكم على علي على مين؟ على فكرة محمد، بس أنا حابة أرجعكم بالصورة، عم بيحكي تعرض على تنمر بالمدرسة، بالبيئة، بناس معينين ما شجعوه، هو ما جاب سيرة أي شخص. محمد إنسان يعني، نيال أهلك عليك، نيال أهلك حبيبي، وأنت كمان دير بالك على أهلك، وأنا بعرف قد إيه أنت حنون بتجنن. واسمع، ما تطلع على كل إشي سلبي، تعلي اليوم، اليوم سهرانة معك صباحي، وانا كل يوم معك اصلا، الناس بيعرفوا ليه عندي اولاد وبنات كثير، لانه مواقف. كمل حبيبي، بس في اشي ضايقني ما اتطلق عليه، ما حدا يقرب عقدني، يلا كمل كمل محمد كمل. كان علق، مش عارفة بعلق النت شوي، بس عادي. ايمان، إيمان حسنات، هلا يلا اليوم ايش بدكم؟ الكل بده يطلع ويطلع، استمر محمد.
كانوا ايجابيين او سلبيين. اذا كنت سلبي ما في داعي انه اذا دخلت انت اشياء طاقه سلبيه لا تخلي، انه مش سلبي لكن انا ما بنقول الطاقه السلبيه لا. بالعكس انا بكون سلبي ما بنقول الحاجه الثانيه، او بكون ايجابي وبنقولها لكل شخص ثاني. استنوا انتوا شطوري، هذا عندي شاب انا ب100,000 شاب، في شاب بقول لك كملوا انا بظهرك، يعني هاي شايف الشباب اخوانك شايف، سامعني محمد سامعني؟ فهاي هي الاشي اللي بدي اوجهه لكل شخص، انه كون ايجابي وانقل الايجابيه لكل. بالضبط. بس لو قلت لهم شغله لكل الشباب والصبايا اللي عم يتابعوني هلا واللي عم يسمعونا، مش ضروري يعني اذا كنت ايجابي انه انا ما كيف ما اتاثر، اتاثر بس ما تتاثر انه تصير مثلهم، ومو ضروري تتخانق مع كل حدا وتهاجم كل حدا، عادي يا عمي خليهم يهاجموك خليهم يعادونا خلي كذا، احنا بدنا نصلح كل المجتمع، هل احنا نستطيع ان نصلح كل المجتمع؟ جاوب محمد. استاذ محمد اكثر الكلمات اللي اثرت فيها اللي حكيت لك اياها مثل ايش؟ فانا من هاي الاشياء اللي بحكيها انه خلي كل شخص يكون زي ما هو، خليه على كل شخص على طبيعته، لا تخلي اي شخص يتصنع، خليك ايجابي وانقل ايجابيتك للناس الثانيين، انه كمل زي ما انت، خليك زي ما انت، خلي كل شخص، مين عم خلي كل يوترك انت؟ انت ليه عم تتطلع هون وهون؟ حمد مين جنبك؟ لا ما في حدا جنبي، تطلع على الاضاءة. لا انت شتيت ماما، شتيت جنبي اخوي وصاحبي اللي فتحت منهم. خليك مركز، خليك مركز زي ما انت. بحكي لك. هيني مركز. اسمع انا صح ما بعرفك ما شفتك بس من نظرة عيونك وتغير صوتك أنا بعرفك، صار لك 10 أيام معي زي ما أنت، أنت ما عملت إشي ولا أجيت لحدا ولا غلطت. نكمل. فإنه إذا أنت شخص سلبي حاول تتغير للإيجابي، أو لا تنقل سلبيتك للأشخاص الثانيين، وإذا كنت شخص سلبي حاول أن تزرعها بكل شخص أنت بتشوفه، كل شخص أنت بتنقل له إياها يومياً. شو حابب تختم؟ شو حابب تختم؟ حاب أختم، إذا عندك موهبة لا تدفنها، خلي موهبتك عايشة واستمر زي ما أنت، لا تهتم لأي انتقاد أو أي إشي سلبي. وبس، وشكرا على الاستضافة وإنه لبيتي طلبي إنه طلعنا هون. شكرا لك وشكرا انه الله اعطاني هديه معرفتك. وابني متوتر على فكره، مش عارفه، لا متوتر مش مشكله، هلا انا بكون معك ماما. انت انا كثير فخوره فيك وانك طلعت هلا تحكي لكل الناس انه ما نتطلع على السلبي ونكون ايجابيين، ما اجيت بحدا، انت كثير محترم كثير عقلاني كثير مؤدب، وانا كثير فخوره فيك وسلامي لاهلك لانه انت ابن بار كثير منيح، ودائما بتحكي لي قديش انت اهلك عندك اياهم سندك، اخوك واخواتك والدك والدتك كل السلام لإلهم. طيب محمد سكر وانا بدي اكمل واسمع شو بدي احكي، لا تتوتر. يلا يلا أظن إنه إحنا هيك رجعنا مع بعض، ما حثبت هيك البث، رح أعمل أنا ومحمد حلقة خاصة إحنا مستمرين مع بعض صح؟ واضح ماما بس تقولي لي واضح ولا لأ؟ لا حبيباتي مش مستحي، في اشي انا بعرفه ما بقدر اقوله، توتر لاسباب، مش كل اشي احنا بنحكي لازم نطلع نحكي بالعلن. بحب احكي لك محمد اني انا فخوره فيك، واذا انت بتسمعني بحب احكي لك اني انا فخوره فيك، وسلامي لاخوك ولقريبك اللي جنبك ولاهلك جميعا، وانت ابن بار وابن منيح وابن ممتاز ودائما بتمدح بكل عيلتك وباهلك،
والله يخلي لك اياهم ويوفقك ويوفقهم. اهلا مصطفى من لبنان. انا ما كنت راح اكمل هيك، وكنت ما بدي اطول، بس بدي احكي كلمتين واسكر، رغم ان في عندي كذا موضوع مهمين بدي احكيهم. بطلت اثبت البث، لانه البث كثير قعد مده لدخلنا علق، وقعد مده لطلعنا، ومده لشبك، فحيكون تثبيته يمكن ناس ما تشوف كل شيء، ولاسباب اخرى ايضا ما راح اثبت البث. اوكي، مش كل شيء بتشوفوه بالقدام بتعرفوا ورا، بس اعتقد الاشخاص قد انهم عرفوا اللي بيفكروا ما وراء الكلمات واشياء كثير. المهم خلينا مع بعض نحكي كلمة. يا جماعة، انا هلا شو انا كلمة مش انا، نحن بمبادرة اسمعني عم نتلقى العديد 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 من الكلمات، من المكالمات، من التواصل الاجتماعي، على كل الصفحات، على صفحة تيك توك، على صفحة انستغرام، على صفحة سناب شات، على صفحة هون. حابة احكي، ما بتصدقوا قديه عنا بس بدنا نسمع بعض. انا في ناس تدخل عندي بتكتب جرايد، وحياة الله جرايد، بدخل بدي اساعد، في جرايد بتجنن بتجنن، بدي احكي كلمه بقول لي خلص انا، يعني بكون عامل خاصيه اني ابعت له ما بتوصله. انا مستغربه عباقي البرامج بالذات تيك توك وهيك، بقول لي المهم اني انا ارتحت وحكيت لك انت بالذات دكتوره. بقول ربي ما عملت اشي انا، قد ايه احنا بس مهم انه نسمع. عرفت علي؟ محمد حلواني بده يكون معنا، عاد انا ما بعرفك كثير كثير، يلا